ابوها باعت لك فين؟ امي بعت لك لو خمس دقايق تسود هبابه. هلا كنا عايزينه اساسي هجوم في الملعب. ما تغلاش عليك يا كابتن. هي كده هلا كوسه بينجح بالكوسه وهي ماشيه كوسه. ابوها باعت لك ده والكباتن وبيقول لك بالسم الهري يهري مصارينك يا بعيد. ابوك ده بيفهم يلا، عشان انا بحب اللحمه قوي 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 يعني. وقفلي الولد هجوم واسحق بقى. طب مش هتختبرني طيب يا كابتن رشوة؟ لا اختبارات مين بس يا ابني، ده انت جايب مأزة يعني تلعب اساسي من غير كلام، عشان انا بحب اللحمه قوي. كابتن انا مواليد ايه يا ابني؟ ما تكملش. فين؟ فين ايه؟ مفيش. مفيش ايه؟ انت الحلقة رحت معاك، معلش ما خدتش بالي. شايف الاتنين مليار اللي بيخطبوهم هناك دول؟ يلا روح معاهم واتضرب معاهم وخليهم يخطبوك وبقابلني لو اتقابلت. ايه الفايق معفن جفت صحيح؟ يلا امشي يلا يا ناقصة. امي بعتلك يديك دوت وبتقولك نصيبة تشيلك يا بعيد. ديك روم يا معفن، انت كده تحمد ربنا لو وقفت دفاع. طب استنى اطلع لك حتة بامتناية. بامتناية؟ لا ده انت كده تلعب اساسي دفاع مستريح، اصلا انا بحب الفلوس قوي. انا نفسي حد يختبرني حتى لو خمس دقايق يا كابتن، وانا اوريك مهارات عمرك ما شفتها. يلا غربان يلا، انت اسود هبابه يلا. يلا اسود يا غربان يا معفن، يا اسود يا هبابه. يا كابتن انا نفسي اعرف اطلع لعيب كوره يا كابتن، وبعرف العب ومن غير كلام. انا ممكن اوريك مهارات عمرك ما شفتها قبل كده، بس اديني فرصه. مهارات مين يا معفن يا نيتن يا غربان؟ انت كبيرك تلعب في مناخيرك يلا، ولا اقول لك تلعب فين وما تزعلش؟ انت شكلك وحش يلا، شكلك مش عاجبني يلا. شكلي وحش؟ دي خلقة ربنا بقى وما تعرفش تخلق ضفر منها. ولو عندك اعتراض بقى فاعتراضك مش معايا ولازم تراجع نفسك. الو بقول لك انا عايزين ندخل الولد ابن اخت 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 خال اختي بقى ابن عمه بقى، كنا عايزينه اساسي هجوم في الملعب. انت جيت في جمل ابو عرف، عيب عليك، ده انا من زمان نفسي اختمك، اعتبره حصل. ابعتهولك طيب. لا تبعت مين بس وتتعبه معانا، سيبه مستريح في التكييف براحته، تقول لي بس اسمه ايه واعتبره نجح في الاختبار خلاص. حبيبي على الاختبارات لازم تيجي تصطبح معانا. جبت حاجة قراريك جديد النهارده ولازم تيجي تجربه مع حالات الوقت، لازم تيجي. خلصانة، خلاص أخلص البلاوي اللي بعملها دي وأجيلك. حبيبي مستنيك، غير لي يا ابني حجر شخخيني ده. شوف لنا يا ابني اتنين تلاتة كده ما بيعرفوش يلعبوا من غير رصاص ولا حاجة عشان يدوروا على البلاوي والقرف اللي احنا بنعمله ده. انا المدرب اللي هناك دوت يا كابتن قال لي انت عيل لعيب، روح للكابتن دوت عشان يخلص لك الورق بتاعك ويعمله لك. ورق مين يالا؟ طلع اللي معاك يالا. معيش الا البيضه دي يا كابتن، كنت عامل حسابها كلها، بس ما تغلاش عليك يا كابتن، بالسم يغري مصارينك ان شاء الله. بيضه بيضه يا معفن، انت تروح ترقد عليها احسن. دخل لي كوسه مسعد ابراهيم يا ابني عشان اخلص له الورق بتاعه. طب وانا يا كابتن؟ انا اللي نجحت في الاختبارات يا كابتن. ده كوسه مسعد ابراهيم يالا، لعيب من غير ما يلعب يالا، ده دافع ومكلم. يا كابتن ده انا جاي من اخر الدنيا ونجحت في الاختبار بسعي وتعبي ومجهودي. سعي وتعب ومجهود ايه يا ابني بس؟ وجاي من اخر الدنيا اللي ما تيجي من اولها. ده كوسه ده جد جد ام جده، خالته بقى كان سته، ابوه بقى كان لعيب يالا ومعاه واسطه يالا. طب وانا يا كابتن؟ انت مين يالا؟ ده كوسه نجح يالا من غير ما يدخل الاختبارات يالا. انا يا كابتن انا اللي بسعى وبتعب وبجتهد، يجي كوسه ده ينجح كده وخلاص؟ هي كده يالا، كوسه بينجح بالكوسه وهي ماشيه كوسه، وما بياخدهاش اللي يستحقها، بياخدها اللي بيدفع لها. طول ما ماشيه بالفلوس والواسطه والوصفه في البلد دي عمرها ما هتتقدم خطوه لقدام، وهتفضل من الأسوأ للأسوأ منه. وهو ده اخيكم، هو ده اخيكم. اه اخيكم اهو، اخيكم اهو، اخيكم اهو يا كابتن، اخيكم اهو. ها خدها كابتن، خدها كابتن، خدها كابتن، خد. عايز ايه يا كابتن؟ هطلع فيك النهارده يا كابتن، هطلع فيك النهارده يا كابتن.